لكم مشاهدين، شايفين الستات مصر مليانه نماذج رائعه وراقيه ومشرفه وشيء كده فاخر ورائع، ويعني حاجه بجد نرفع لها القبعه يعني، وخاصه لو الشخصيه دي ست وتحتمي بالثقافه او تحمي كمان الثقافه، تحتمي بيها وتحميها، لان الثقافه هي احترام الذات والآخر، هي إدراك القيم الإنسانية والالتزام بها، هي شغف المعرفة وإعلاء قيمة الجمال والفن. فإحنا عندنا شخصية عندها كل هذا الزخم بالانفتاح على الآخر اللي هو جزء مهم برضو في الثقافة. ضيفتنا النهاردة شخصية قيمة و قامة، ويعني حاجة رائعة في التعامل مع الاختلاف وفي الرقي وفي الثقافة بالمعنى الكامل للثقافة، زي ما احنا شفنا في التقرير انها حصلت على أوسمة كتيرة جدا، وانها رائدة في القيادة الثقافية وفي التمثيل الدبلوماسي لقوى مصر الناعمة، وهي أول سيدة ترأس أكاديمية الفنون بروما، وسطع نجمها في مجال التعاون الدولي الثقافي، واختارتها منظمة اليونسكو ضمن 70 سيدة حول العالم سنة 2015 لتمثيل مصر في إعلان أو إعلاء مبادئ المنظمة، وزي ما شفنا انها حصلت على الكثير من الجوائز والأوسمة. ضيفتنا الأستاذة الدكتورة جان زكي، أستاذ علوم المصريات والحضارة المصرية بجامعة سربوه، وعضو المجمع العلمي وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب. كل هذه أوسمة يعني الاجتهادات والإبداعات، يعني تاريخ مشرف ما شاء الله على مدى 30 سنة. أسعدتينا أخيرا ونورتينا حبيبتي. أولا يا سهير عايزة أحييك على البرنامج الجميل ده، وأشكرك على الدعوة الكريمة، وأشكرك على التقرير الرائع ده والمقدمة لأكثر من رائعة. ده يعني ما يجيش ولا شيء في روعة شخصيتك وعطائك واللي انت عملتيه، يعني ان انت نموذج رائع للمرأة المصرية، وخاصة بره بقى، فيعني بنفتخر طول الوقت ان احنا عندنا دكتورة جيهان زكي. اتمنى اني اكون قد المسؤولية دي وقد تمثيل الستات، بما ان برنامجك الجميل اسمه برنامج الستات، فاتمنى اني اكون يعني بمثل على قدر المسؤولية الست المصرية. اكيد ده احلى تمثيل، يعني حضرتك أستاذة جامعية وعمل دبلوماسي وقيادة إدارية وأم وعضو مجلس الشعب، حاجات كتير قوي. تحبي تتعرفي بإيه؟ يعني إيه الشيء اللي أنت تحسي إن هو ده أنت في كل الحاجات الكبيرة دي؟ عايزة أقولك حاجة، بيتهيألي إن أستاذة جامعية، لأن أنا من الناس المقتنعين إنه التكوين والتنشئة ده حاجة مهمة جدا، لأن الأجيال اللي بتطلع واللي هي بتبقى سند للدولة المصرية الست عليها دور كبير جدا وعامل وركيزة كبيرة جدا في تكوين فكرهم وتهيئتهم لمقابلة المجتمع فيما بعد. فبتهيألي إن وظيفة التعليمية أو التربوية دي مهمة جدا، كوني أستاذة جامعة، وبعد كده طبعا تطرقت للكتابة أو للعمل الدبلوماسي، بس دايما بيبقى عندنا الحتة الأمومة وحتة التربوية موجودة. أنا بالنسبة لي على الصعيد الشخصي الحتة دي موجودة فيا ومهمة جدا بالنسبة لي. تكوين شخصية الدكتورة جان زكي، الأب اللي هو محمد زكي مظبوط، والام الشريفه حياة الزيني مظبوط، عملوا ايه في يعني ان انت بين صرامه طبعا عشان الوالد، وبين اكيد امومه متدفقه من الام، يعني هم عملوا تشكيل شخصيتك ازاي؟ بصي هقولك حاجة، احنا أسرة مصرية، احنا كبرنا في السبعينات القرن العشرين أنا وإخواتي، وطبعا انت قلتي ملخص الموضوع، ان احنا كان عندنا برضو في البيت تربية عسكرية زي ما حضرتك ممكن تتخيليها، يعني منضبطة،
مطلعه في نفس الوقت. واهلي يعني احنا محظوظين جدا ان اهلي دخلونا مدارس لغات، ومدارس اللغات دي بما ان في التقدمه الحلوه بتاعتك بتتكلمي على الاخر، فبالتالي ده كان المنبع اللي احنا الثلاثه نهلنا منه علشان نتعرف على الاخر وما نخافش منه. فطبعا امي وابويا كان لهم باع كبير جدا في تشكيل الفكر ده، فكر الذي يتقبل الاخر ويتقبل التنوع ويبقى منفتح على الاخر. فاتربينا في الاجواء دي. والدتي الله يرحمها كانت انسانه مبدعه، رغم ان هي ما كانتش فنانه المهنه، بس يا سهير كانت دايما تربينا على قيمة الجمال، الجمال في كل حاجة، جمال في تفاصيل الحياة اليومية، الجمال في الملبس، الجمال في طريقة القعدة مثلا على السفرة واحنا بنتغدى كلنا مع بعض. الحاجات دي كلها احنا نشأنا عليها، سلسلة القيم دي كانت مهمة جدا في بيتنا في أثناء تربيتنا أو السنوات الأولى من التربية.